قدام السكتش بوك هون هذا تقريبا له عندي around 4 years. كنت على طول هيك قبل ما انه to take my paintings اذا بدك to the next level او اعملهم على ال on a bigger scale على طول بجرب بعمل سكتشز يعني منهم مثلا خيي هون منهم هلا فرجيك سكتش البابي عنا امي سو so على طول بعمل سكتشز وبكبرهم بعدين يعني اذا حبيت وهول اشياء اكسرسايزز كنت اعملهم لمرن حالي على اذا بدك الفورم للوجه لانه I'm more of a figurative artist سو هذا الشيء يعني بحب انا انه طوره من وراء الاكسرسايزز اللي بعملها يعني هلا البينتينج الموجوده حد اسمها ذا كلاون بروجكت اي جس 06 لانه هي من سيريز كلاون بروجكت انا عملتها اذا بدك اشخاص موجودين بالانفايرمنت تبعي وبحياتي وبالسراوندينج حبيت اذا بدك تو اكسبوز ذم بالبينتينجز تبعي وفرجي عنهم شيء يمكن الناس ما بتعرفه عنهم او ممكن الناس تو ريليت لهيدي الفكره بي اذا بدك عايش صح صوره بي واذا بدك عايش ثلاث ارباع حياته اجره مبطوره at some point بس اذا بدك كان يعني هو من الاشخاص يلي بشوفهم as clowns بحياتي من الناس يلي شعروني بال اذا بدك بالسعاده او بالفرح at some point يعني كان من الاشخاص very positive بغض النظر يمكن حالته فجربت بهيدا البينتينج استعمل اذا بدك الكالرز شوي الفرحه يعني استعمل سبيكتروم كثير عالي من الالوان واكيد انا من الاشياء الالمنتس اللي بحب ادخلهم فيهم موفمنت مثل الكرسي اللي بيقعد عليها مرات واكيد ما في انسى البات عنا مارس اللي هو كمان من مصادر السعاده اذا بدك بالعائله عنا ويلي كتير برافقه وبحبه لبي فهو من الاشخاص اللي بيطعمين جزر واشياء فبضل راكد ولاحق نزعوا عوضوا عن الجزر عملوا هرنا فايه يعني جربت كمان بنفس الوقت تو بورتري اذا بدك الالوان الفرحه الاورنج هون مع الاخضر يلي انا اذا بدك ماي تاتش يلي بنهي فيها اللوحه على طول صديقي جاد انا كثير مبسوط انك معي اليوم انا ومو وانطلقنا من ضيعتك اباع لشبنيه لنشوف اكثر خضار رغم انه بيع فيها خضار ولكن مدينه اكثر رايحين نحن على الغابه على القلب اذا بدك على قلب الخضار وعلى قلب اذا بدك الخضار اللي هو بيوحي لك صح فشو كيف لقيت اليوم الجو معنا صراحه انا كثير مبسوط فيكم اليوم عن جد اكثر من سعيد وبنفس الوقت انا مبسوط انه رايحين كمان على الغابه اذا بدك محل ما الانسبيريشن تطلع اكثر شيء يعني محل ما بمشي تقريبا كل يوم بالغابه وهي اذا بدك الانفايرمنت الاكثر محبب بضيعتي انا شوف هالجمال شوف هالجمال صديقي لبنان حرام اللي عم بيصير فيه هيك ان شاء الله بيرجع ولكن طبيعه بعتقد مش موجود فيها منا بكل الشرق الاوسط على الاقل ونقول نحن سويسرا الشرق ان شاء الله بيرجع سويسرا الشرق بالفن والطبيعة الجميلة حرام هيك تضيع بعدم وجود الكهرباء وعدم وجود الطاقة المضبوطة ونحن بوجود الفنانين اليوم مثلك جاد عنا أمل دايماً عنا أمل إن شاء الله يعني حتى هو الفن رسالة أمل بنفس الوقت at some point يعني إنه واحد يضل يرسم ويكمل ويسابر هيدا لحالة يمكن خطوة خصوصي بهيك ظروف بهيك ظروف يعني وكمان it's a way out إنك تفش خلقك بالفن يعني وقت الضغط بيروح الواحد لريشته أو للموسيقى تبعيته أو لأي شيء بيخليه يطلع من هالجو الحزين اللي نحن فيه ليك هالألوان الحلوة الأصفر مع الأخضر صح. سبحان اللي خلق باع او شبنية ضيعتين متلصقتين وبعدين بتجي حمانة قضية حلوة كتير نحن قضينا طفولتنا هون بالجبل فاليوم انت عم ترجعنا على الجبل جد نحن اللي منحبه اصلا ما منغيب عنه بس رجعتنا اليوم بهالزيارة الحلوة حبيبي وكمان هلا بالغابة رح نشوف يعني اذا بدك هي معمولة مثل مسار لإلها مبروم
بنفس الوقت في واحد يمشي او يعمل اكتيفيتيز فيها. هلا نحن رح نمشي ورح نعمل اللقاء معك تحت، بدنا نلف على الشمال. لا بدنا نطلع لقدام شوي في مفرع على ايدك اليمين. هلا جاد، بعد هالرحلة اللي خضناها من ضيعتك لهون اللي هي القرية القريبة منك، نحن بشبانية وانت ضيعتك ببيع، هالجو الجميل اللي انت عايش فيه بدي بلش فيه قبل ما رحب فيك وترحب فيه بضيعتك، بدي اقول للمشاهد الكريم انه يا ريتهم قاعدين معنا ليشموا هالروائح الجميلة ويستمتعوا بهالهواء العليل اللطيف اللي نحن قاعدين فيه. اكيد هذا الجو اثر فيك، فبداية شو بتقول عن هيدا الجو اللي انت خلقت فيه وأثر فيك كفنان؟ بعتبر غابة الشبانية الموجودين فيها هلأ يعني إذا بدك مثل بيت التاني على شوي، يعني تقريبا كل يوم بيجي بتمشى لهون وهيك I get inspired وباخد لقطات حتى بالغابة، بيجي على الغابة بكذا سيزن، بيجي إذا بدك بالفول لما يكون الورق كله على الأرض، حلو، بيجي بالتلج لما يكون مغطية التلج. سو يعني إذا بدك مرافق الطبيعة بهذا المحيط بكل السيزنز طبعاً. أنت كنت تقلي بمقابلتنا اللي كنا نعملهم أونلاين أنا ببلس وأنت هون، بتقلي أنا عايش بالغابة، وفعلاً اكتشفت أنت من شو أنت متأثر بهاللون الأخضر وبهالألوان الجميلة، الأصفر مع الأخضر مع الزهر مع مختلف الألوان، من وين أنت أخذهم؟ صح، إذا بدك الكالور باليت تبعي يعني هذه الفايبرنسي بالألوان الساطعة شوي أو القوية هي إذا بدك مستوحية كتير من الطبيعة، يعني وخصوصا لما تكون ضوء الشمس على الـ على الجراس أو كانت الحشيش أو الزهور يعني، فبتعطيها إذا بدك فايبرنسي، فأنا يعني استوحيت هيدي الألوان القوية من هيدا إذا بدك المصدر تبعي. والخضر ممكن يكون كتير ريفلكشن للنيتشر اللي بستعمله أنا بلوحاتي، وبعتبره يعني إذا بدك مثل لون سيجنتشر كالر صار، يعني هذا اللون الأخضر يميزك بكذا لوحة، بأغلبية لوحاتي في تاتشز بيبقى انه هذا الجرين موجود، يعني حتى في لوحات عملتها بيورلي اوت اوف جرين يعني من اللون نفسه. رسمت اللاندسكيب بيور لاندسكيب؟ صح، عندي بينتينجز لاندسكيبس وفيهم اذا بدك على طول دخل فيجرز، لو كان الفيجر انيمال يعني اذا كان بعتبره عن ات سام بوينت هو فيجر يعني. سو ايه رسم لاندسكيبس كثير انا موجود فيها خضار وموجود فيها إذا بدك معزة أو هذا الألمنتس تبع النيتشر يلي موجودين وبشوفهم أنا مرات بالطبيعة. وبنفس الوقت عندي سيريز اسمها The Grass Cutter، هيدي السيريز بتحكي عن قصصة الأعشاب، لأنه إذا بدك الباكجراوند تبعي بالإنجينيرينج وبالميكانيكال، فكتير بيلفتني إشياء ميكانيكال موجودة بالنيتشر، يعني رح يكون في سيريز لقدام اكيد بدي طورها هي بتتمحور عن الجراس كاتر وعن الجراس كاتر نفسه الفيجر الشخص يلي هو عم بقص الاعشاب كمان، لانه هو يعني الانفايرومنت تبعه كمان الطبيعه يعني بنفس الوقت. وصلتني لسؤال كنت بدي اسالك اياه خلال المقابله ولكن رح اساله هلا، انت مش دارس فن، انت دارس ساينس، فبدك تقول لي شو دارس انت؟ ميكانيكال انجينير، وكيف وصلت لأنك تعبر عن ذاتك بالفن؟ هل حدا من عائلتك كان فنان، رسام، موسيقى؟ كيف وصلوا هالجينز الفنية لجاد؟ قبل إذا بدك الباك جراوند تبعي دارس أنا ميكانيكال إنجينيرين، حالياً عم بعمل ماسترز بماركتينج ديجيتال ماركتينج كمان. عندك وقت؟ صح، عم جرب لقي وقت أكيد، لأنه بحب على طول طور حالي واكتشف subjects جديد حوالي، فهذا حلو. كمان it will reflect بالشغل تبعي at some point. إذا بدك بالعائلة نحنا في عمي كان يرسم من قبل وعمل من يعني أيام وكذا معرض وهيدا، بس
إذا بدك بعائلتي أنا الأصغر يلي أنا ما في حدا كان يعني interested بالفن وبالآرت. مثلاً الوالد الوالد ما في. لا كانت إذا بدك خياري إني أخذ هذا المنحة. المنحة كان a very big risk لإلي لأنه بعتبره هذا شيء أنا اخترته بحياتي يعني أنا مسؤول عنه at some point بحياتي. بس يمكن الإنسان إنه أنا بشوف الحياة من دون ريسكس صع يعني ما لها طعمة وعلى طول باخد ريسكس حتى بلوحاتي أنا يعني بالمواضيع اللي بتطرق لها إذا بدك بالسبجكتس يعني اللي بتطرق لهم أو كان بطريقة تقديم العمل يعني باخد ريسكس كتير. من أي سنة بيرسم جاد؟ هلا عندي كتير ذكريات أنا وصغير كنت أرسم وكنت يعني جيب نتائج منيحة بتذكر بصفوف الرسم وهيدا بس قطعت إذا بدك فترة علي يمكن هيك couple of years أو سنين ما كتير رسمت لا إجت فترة يعني من تقريبا 5-6 سنين قبل بلشت أرجع هيك إذا بدك أرسم just to To refresh يمكن وبنفس الوقت it's an escape يعني كل حدا انه فن اذا كان الرسم او الموسيقى او حيلا كل انواع الفنون هي اذا بدك وسيلة هيك هروب من الواقع المؤلم اللي عايشينه فيه بلبنان مزبوط واذا بدك 4 سنين لورا هي هيك I took هذا decision انا اخذت هذا القرار بيني وبين حالي انه بدي اخذ هذا الطريق يعني هيك حاسس بشي شغف او شي جواني عم يشدني لهيدا الشي يعني بطريقه انه ما في شي تاني took me that far يعني رح نوصل لورد ارت كولكتر اللي انت قدمت له مرتين بالمره الثانيه كان قرار لجنه التحكيم انه انت يجب ان تكون الفائز وانت من الاصل كنت مميز بمشاركتك شو عطاك هذا الامر من شعور او دافع فوزك ليك ما بنكر عطاني هيك a boost of confidence at some point بشغلي انه judges يلي من كبار الرسامين الفنانين الموجودين حاليا so هيدا عطاني اذا بدك دافع اكبر او عطاني reflection انه شغلي في تميز في اذا بدك شيء بميزه او في potential بنفس الوقت بس إذا بدك لأنه أنا ماني جاي من background يعني الرسم ولا جاي كان عندي يعني ما عندي entourage أو إذا بدك الانفايرومنت تبعي منا من رسامين فكانت ما كان عندي كريتيك كانت أنا my own critic لحالي at some point بس يعني يعني فادوك لك الكريتيك اللي عطوك إياه أو النصايح اللي عطوك إياها الحكام أو الفنانين على مدى لأنه أكثر من جولة صح. أنت مرقت يعني أنا بعتبر اشتراكي بسيزن 1 هو من أول خطوة لإلي بورد أرت كولكتور يعني صحيح أنه ما فزت أو بس وصلت لآخر الفائزين الخمسة وهذا عم نحكي بسيزن 1 بسيزن 1 هيدا عطاني إذا بدك اندفاع أقوى لأرجع شارك بسيزن 2 وأرجع حسن وأرجع طور حالي واشتغل على الاشياء اللي انا كنت بلاقي حالي فيها ضعيف هلا انت فزت بسيزن 3 صح فتركت سيزن 2 ان بتوين لحتى تشتغل على حالك ورجعت على سيزن 3 وكنت الفائز اليوم شو بيخطط جاد زيتوني بحياته الفنيه اكشلي عندي كثير شو في براسك في كثير اشياء Actually, إذا بدك يعني كأنه باب هيك وانفتح لي at some point يعني في عندي كتير أشياء سيريز بدي كملها شغل في أشياء كتير بدي كمل طور فيها لأنه بعتبر حالي جاي من background science أنا أو في engineering I'm very experimental بشغلي يعني الستايل بضل نفسه أو إذا بدك language اللي بستعملها أنا لأتواصل بالفن مع الناس رح تضلها بس رح يكون في هيك تطوير يعني ورح يكون يمكن انه جرب هيك مواضيع اتطرق لاشياء هيك more in depth اكتر اذا كان بموضوع الساينس او بالانجينيرينج يلي يكون في اذا بدك هيدا المزيج يعني يلي
يلي انا عم جرب ميز حالي فيه بين الساينس وال شو اسمه والارت والفن. صح. طيب اذا بدي فوت شوي بتفصيل نوعيه شغلك، واليوم شفنا بالاستوديو تبعك قبل ما نجي على غابة الجبنية ترسم على وود وبتستعمل ميكستشر ما بين الاكريليك وبين الاويل. صح. واشياء ثالثه انت ممكن كمان تشرح لي اياها، هولي هالمزيج كيف اخترتهم وليش نقيت مثلا تو ستارت وذ الود لترسم على الود؟ جربت قبل الشغل على كانفاس، عندي كم بينتينج اون كانفاس، بس اذا بدك الود له سببين اساسيين. يعني اول شيء الهارد سيرفيس تبعه هيك سمح للستايل تبعي تيبرز اكثر، لانه اذا بدك يعني في كتير موشن بشغلي، في كتير حركه، في كتير تكستشر، فالهارد سيرفيس سمح لي لهيك كومبلمنتس او اذا بدك بيتماشى كتير مع الستايل تبعي. وبنفس الوقت الود كمان بذكرني بالايام اللي قطعت فيها الصعبه ماديا، لانه كنت انا اصلح خشب وفصله هيك اشياء صغيره كانفاسات لقدر اشتغل عليها. يعني كانت بدل ما اشتري يمكن كانفاس وحده كنت اشتري مثلا اربع خمس قطع خشب. وكانوا يعني على سماكه قليله، هلا عم اشتغل انه على سماكه اكثر، عم اشتغل على نوعيه اكثر، سو اتس توتالي ديفرنت. بس اذا بدك يعني هذا الشق الثاني من الخبريه، لانه يعني الطريقه اللي بشتغل فيها او ان كانت يعني بالاكريليك يلي بلش انا بعمل لايرز اوف اكريليك، سو هيدي الطريقتي انا بلش اكريليك بجا بعمل لاير يعني اذا بدك ترانسبيرنت يفصل الاكريليك عن الاويل، وبجا اخر شيء بعمل طبقه اويل ليعطي نوع من هال 3D. صح. بدي بالاسئله الاخيره لك، شو رايك بالبرنامج حقيقه يعني اللي هو بيشجع الفنانين، وشو رايك بمبادره وورد ارت كولكتور؟ حقيقه من الخطط تبعي سالتني عليهم انه كون انا يعني at some point شجع الناس يعني تشاركوا بهذا البرنامج، وراح تكون يعني part of my activity انه بدي انه لانه البرنامج انا كتير حبيته صراحه، ولقيته بضوي على شيء كتير قليل من التيفيات يمكن او ما بضوي علي اللي هو الفن والرسم وهيدا اذا بدك الثقافه الكبيره الموجوده. ومن بعد يمكن حادثه بيروت، من بعد هالتروما اللي عاشتها الناس، في كتير ارتست بلشوا يمكن يكملوا، يمكن يكونوا ات سام بوينت ينجحوا بعدين او سو اذا بدك هيدا يعني المبادره تبع وورد ارت كولكتور بلاقي أنا فرصة كتير كبيرة لغير من الأشخاص كمان تيختبروا حالهم أو تيحطوا حالهم على الطريق الصح، لأنه حطتني at some point على طريق من حياتي أنه فتحت الأبواب. يعني أنه لما تقول هلأ a winner of world art collector بلبنان، يعني شخص أنه عرفت له إذا بدك إلا رهبة. يعني في كلمة بيقولها فادي أنه بعد ما بلشنا بهذا المجال، يعني بعد أمامنا خطوات كبيرة بعد بدنا نخوض فيها، وانت كمان بالنسبة لنا انت بعد ما بلشت، لانه عندك مخزون هائل من الثقافة ومن الساينس ومن هالمكسشر ما بين الفن والساينس رح يطلع معك. انا بتمنى لك النجاح الدائم، بتمنى لك العطاء الدائم، بتمنى لك النشاط الدائم، ونحن بنوعد المشاهدين بلقاءات اخرى نحن وياك ان شاء الله وبعطاءات اخرى، وان شاء الله بنشوفك بمعرضك الفني المفرد الجديد اللي راح يكون قريبا. ونحن بنشكرك على الدعوة اليوم لعندك هون بالضيعة وبشبانية، ودايما بدنا نزور شبانية وبدنا نزور قبيع بالآتي من الأيام. أهلا وسهلا فيك وبالبرنامج كمان وبكل الإكيب يعني. وبدي أقول بآخر شيء، بدي رحب بمو المخرج الجديد، وبدي أقول لمارون اللي أعطانا عشرات الحلقات الله يوفقه بكندا. مو منرحب فيك، وان شاء الله بتكون كمان حلقه جميله وجديده ومميزه، وبنترك تفاصيلها التقنيه والفنيه لك وما بنتدخل نحن الا بالمضمون. فشكرا لمو وشكرا لمارون.
صح. وشكرا لأكيب وورد آرت كولكتور، والشكر الأهم دائما للفنان. اليوم شكر لك جاد زيتوني. Thank you. Ooh.